هيا لتصول وتجول ما بين الرفقة مع لولو. لولو فتاة جد ذكية، أعمالها دوما خيرية، طيبة والصدق تقول، طيبة والصدق تقول. لولو للأصدقاء دوما تهوى العطاء، لكن الصحبة قد تجلب لفتاتنا العناء، حياتها المتاعب، رفاقها المقالب، والبحث والحلول، كم أسعدتنا لولو. تعين الأصدقاء تعيش في صفاء، لكن الأمر لا يخلو من صحبة الشقاء، لها رفقة مدللة هم أصل كل مشكلة، بسهولة تزول بفضل بكاء لولو. هيا